استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميدانية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، والتي تهدف للتواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية. تضمنت المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الحميات والصدر بمحافظة قنا. وجه فريق الحوكمة بسرعة توفير بعض نواقص الأدوية والمستلزمات وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، فضلا عن التعامل مع مشكلة ضعف شبكة الإنترنت الهوائية مما يؤثر على تفعيل النظام الإلكتروني بالتطعيمات ومنظومة الألبان والمبادرات.